صباح الخير الشجعان. صباح النور. جاهزين؟ جاهزين. مثل ما تعرفون اليوم مخوض خامس دورة في عيش سفاري. الدورة الأولى فاز فيها فريق قنقمان، والثانية نفس الشيء فاز فيها فريق قنقمان، ولكن الثالثة فاز فيها جودة، والرابعة أيضا. أما الخامسة مثل ما تعرفون كل دورة فيها ثلاث مسابقات. الدورة الخامسة أيضا فيها ثلاث مسابقات، والمسابقة الأولى عليها ثلاث نقاط. بنشوف مين الفريق اللي بيكون السباق وبياخذ ثلاث نقاط. مفهوم؟ مفهوم. خلونا أخبركم قواعد اللعبة الأولى، وهي لعبة مائية. عندكم كياك وعندكم حبل موصول من الضفة هذه لين الضفة الثانية من هذه البحيرة. المطلوب منكم تقسمون كل فريق، أو تقسم عبد الله فريقك، لأربع مجموعات. كل مجموعة مكونة من شخصين أو شجاعين. نفس الشيء أنت يا ميتة. مفهوم؟ مفهوم. تمسكون الكياك، يركبون اثنين فيه، يسحبون حالهم يجرون لين الضفة الثانية ويرجعون. وهلما جرى مجموعة بعد مجموعة، بعد ما تخلص آخر مجموعة ويوصلون على الضفة هذه ينتهي التوقيت. وبديهيا التوقيت الأقل هو الفريق الفائز. واضح؟ واضح. جاهزين؟ جاهزين. واحد اثنين ثلاثة. الوقت من ذهب في هذه اللعبة. تشجعون بروح رياضية أقوى؟ يمكن فريق جودة تخسر عنده مجموعتين. الظاهر أن عبير ومريم بيأخرون الفريق تقريبا. يلا يا مريم، أنتم محتاجين للجزء الثاني في هذه المسابقة. جاهزين يا جودة؟ جاهزين. أحب أقول لكم إذا حابين تفوزون في هذه المسابقة لازم فترتكم الزمنية تكون أقل من 20 دقيقة و 38 ثانية. يعني لو جبتوا 20 دقيقة و 37 ثانية بتفوزون بالثلاث نقاط الأولى. مفهوم؟ مفهوم. هذه الفترة الزمنية اللي كانت في فريق قنقمان 20 دقيقة و 38 ثانية. واحد اثنين ثلاثة. هذا لهم بلشوا يرجعون من هناك. آمين. حلو. آمين ويسام أسرع. آمين ويسام أسرع. آمين ويسام أسرع. آمين ويسام أحمد أسرع. أحمد أسرع. الظاهر ان احمد ومحمد بطيئين. احمد بالاردن ومحمد بالكويت بلشوا يرجعون. أمير من العراق ينطلقون حاليا، يسحبون الحبل بكل قوتهم. أحمد وأمير تقريبا وصلوا للضفة حاليا. إذا الفريق الفائز في الفترة الزمنية هو فريق جودة في الفترة الزمنية، ولكن الفريق اللي فاز بالانضباط والشغل الجماعي هو فريق قنقمان. نشوفكم في المسابقة الثانية. انت لما تغلط ما
كنتش عايز حد يلومك. والله لا ما حد فينا يغلط تلومه على طول. لومني عندك الحق اني خسرت. لما من لومك طول لعمك بس انت اللي تلوم. لومني انت مش لومني. احنا النهارده خلاص كنا كسبنا بسبب الاربع كور دول. امين قوي مع الارض وخدهم، وما كنتش محذر لنا مليون مره قبل كده ان ما حدش ياخد كور جولف. كسبنا مسابقتين، ممكن نخسر المسابقه الثانيه يا استاذه. انت راح تكون السبب لو خسرت. اول شيء قال لنا يا الكوتشز انه ما لازم ناخذ شيء مش لنا، حتى لو كانت لرفيقتنا بالمخيم ما لازم ناخذ اي شيء مش لنا. واحنا قاعدين تعبانين وايدينا انكسرت عشان نمسك بالحبل ونرجع بسرعه، هم بالاخير بيجوا بياخذوا لنا شيء اربع كرات جولف. لا ما بعرف كيف لقوهم او كيف اخذوهم وبيجوا بخسرونا. هاي احنا اذا رح نكمل هيك رح نخسر كل عيش سفاري. كرة جولف هتستفاد منها ايه؟ هتروح تلعب جولف بعد عيش سفاري مثلا؟ ما حد خسرها بالدورات اللي لعبتوا الاثنين. جو هم شافوا اربع كرات جنب بعض مرتبين، يعني في واحد يلعب جولف يجيبهم اربع مرات مرتبين، يعني هو اكيد واحد حطهم وجلس يدور عليهم فهم اخذوهم، فجاء العقاب عليهم انه نحن اللي ناخذ النقاط مو هم. هاي شجعان جاهزين للمسابقة الثانية؟ جاهزين. المسابقة الثانية فيها ثلاثة نقاط وبنعرف من خلالها مين الفريق اللي بيكسبهم. المطلوب منكم في هذه المسابقة قوة العزيمة والذكاء في نفس الوقت. عندكم هذا الجبل اللي وراكم، تطلعونه كله لين السطح، توصلون هناك عندكم لغز، هذا اللغز يطلع لكم كلمات متناثرة، تكونون هذه الكلمات تطلع عندكم جملة مفيدة. واضح كل شيء؟ واضح. اللي يجمع الجملة المفيدة ويجيبها اللي صح بيكون ربح ثلاث نقاط. أي سؤال؟ لا. جاهزين؟ جاهزين. تتجهون من هذه المنطقة أول ما عدلين ثلاثة لو سمحتوا. واحد اثنين ثلاثة. تعب كثير يعني ما قدر يستحمل وايد، بعدين قمنا نساعده ونحاول أقصى قوانا، فوصلنا في الجودة وصلوا اثنين أول، بعدين رجعنا نساعد وسام نحمل عن الشنطة وكذا شغلات. كان مرة تعودنا زين أول ما طلعنا الجبل، لأنه كنا ماشيين صف واحد، الشنطة من ورا فيها فتحات، كل واحد مسك الثاني كذا، فصرنا نمشي زي الدودة كذا. أنا الحين عرفت الجبل وأسمع الحين صوت الشجعان وصله، وهذا هو فريق جنجمان وصل، ومن ضمنهم أيضا واحد من فريق جودة. طبعا أول ما يوصل فريق جودة كله، فريق جنجمان كلكم ثمانية؟ سبعة. وين ثامنكم؟ وين ثامنكم؟ اجمعوا معي فريق جنجمان لو سمحتوا، يعطيكم العافية. احنا اليوم وفي هذه المسابقه وصلنا لاعلى قمه في جزيره ليندمان، وبصراحه بصراحه بصراحه اسميكم بالفعل شجعان. اثنينكم قدرتوا تثبتون جدارتكم في الوصول لهني. فريق جنجمان وصل، ونفس الشيء فريق جوده، والفارق بينكم ما كان وايد يا جوده ويا جنجمان، كان تقريبا من 15 20 ثانيه. الحين بسلم فريق جنجمان اللغز قبلكم بعشر ثواني عشان يكون العدل سائد. مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم. جاهز جنجمان؟ جاهز. تفضل. عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر. الوقت محسوب يا شجعان. اللغز كان صعب كتير، وكان طويل كتير كتير كتير، كان هو عدة كلمات وبيعملوا بيت شعر. فريق جودة خلصوا. لحظة قبل ما نقرأ جوابكم، أي كلمة غلط تحتسب خسارة الفريق. وسعوا لو سمحتوا، جواب جودة يقول
من لم يتعود صعود عفوا عيد من لم يعتد صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. من لم يتعود صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. جوابكم لو سمحت. جواب جودة يقول من لم يعتد صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. والجواب الصحيح هو من لم يتعود صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. الفائز في هذه المسابقة هو فريق جنجمان. بس حرفين هم اللي كانوا سبب الخسارة، العين والواو هم اللي مو ما كتبناهم، نسينا نحطهم وسط الكلمات. فالجنجمان مبروك عليهم الفوز، فازوا بجدارة وناخذها بروح رياضي. وصلنا للمسابقة الثالثة يا شجعان. كيف صرتوا تعبانين لسه ولا؟ شجعان. طبعا قلنا نريحكم، المسابقة الثانية كانت متعبة، كلنا نعرف هذا الشيء. والمسابقة الثالثة بنكلمكم عنها الحين. كيف كانت المسابقة الأولى؟ الثانية؟ حلوة. يمكن تعبتوا. المسابقة الثالثة بكلمكم عنها الحين. قبل كم يوم طلبنا منكم كل واحد أو كل فريق يجهز لمسرحية، صح ولا لا؟ صح. وأعتقد أنكم كلكم سويتوا بروبات وجهزتوا ووزعتوا الأدوار. نفس الشيء اخترتوا واحد من بينكم يقرأ قرآن وواحد عنده موهبة الإلقاء الشعري. وتوقعتوا أنتوا أن بنحط لكم يوم للنشاطات تسوون في هذه الأشياء. بس في شيء جديد في أي سفاري. لاحظنا في بعض الشجعان أو كلهم صراحة عندهم موهبة، كل واحد يتفرد موهبة تخصه. فقلنا بنختبر موهبكم كلكم في مسابقة في هذه الدورة الخامسة. طريقة المسابقة هي كالتالي: فريق جنجمان يبلشون بالمسرحية، لما يخلصون يجون فريق جودة. بعد ما تخلصون أداءكم المسرحي الحكام يرفعون الإعلام يختارون يا فريق جودة يا جنجمان. بعد هذا الشيء عندكم تجويد القرآن الكريم، الشجاع اللي اخترتوه بين كل فريق يجي ويجود القرآن الكريم، ونفس الشيء واحد من فريق جودة، وبعدها بنشوف لجنة التحكيم شو تقرر. في النهاية وثالث مرحلة عندنا موهبة الإلقاء الشعري، تختارون اثنين من عندكم يلقون القصيدة اللي أعطيناكم إياها. مفهوم؟ مفهوم. كل شيء واضح؟ واضح. جنجمان جاهزين؟ جاهزين. بطلب منكم توجهون الحين على اليمين خشب المسرح وتستعدون. يا ولد، يا فادي، محمد، فاصل علي قوم المدرسة. ما بدي محرومين من المصروف. لا خلاص بابا، آخر مرة بابا. لا ما في بابا، آخر مرة. لا عبورة أمي تقبري عظامي، أمي تقبريني، أمي تأخذت على المدرسة، أمي تقبري عيوني، أمي ترن. هلو. سلام. مين معي؟ معك فيصل. من وين يا فيصل تتكلم؟ عم بحكيك من دمي. وش تبغى؟ المدير يبغى يشوفك. سلام. السلام عليكم يا أولاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش ما حليت الواجب؟ أكلت كلها. ليش ما حليت الواجب؟ ليش ما حليت الواجب؟ الواجب حلينا ما حليتوش. ليش ما حليت الواجب؟ ليش ما حليت الواجب؟ أهو. أوكي. أنت بتقدر تروح على الفسحة وبتاكل البونبونة. مكانك. خليك مكانك. بس. نشكر فريق جنجمان وفريق جودة على هذه المسرحيات الجميلة وبصراحة تسلينا فيها، ولكن القرار الأول والأخير يعود للجنة التحكيم. تصوتون لمين وشو هي أصواتكم أصلا؟ إذن نقطتين لفريق جودة
ونقطتين ايضا لقنقمان. يعطيكم العافية. الحين ننتقل للمرحلة الثانية وهي تجويد القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والحين ننتقل لأحمد من الأردن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم. شكرا عبد الله. شكرا احمد. ما شاء الله اثنينكم اصواتكم جميله وتجويدكم جميل ايضا. ولكن القرار الاول والاخير يعود للجنه التحكيم مثل ما عرفنا. تفضلوا. اذا ثلاثه نقاط لجوده ونقطه لقنقمان. تفضلوا. الحين ننتقل للمرحله الاخيره وهي الثالثه، مرحله الالقاء الشعري. جاهزين؟ جاهزين. احنا فريق القنقمان معروفين بالقوة من قديم الزمان. دورتين قد فزنا فيهم والباقيات ترى الحظ لعب فيهم. ترانا تغدينا قبل ما تتعشون. وانصحكم نصيحة تستسلمون. قال نستسلم. قال أرجوك نبي فعل مو قيل وقال. قبلك كثيرين قالوا وفي وجه قوتنا مالوا. إحنا اللي بننصحكم نصيحة. لمعلوماتكم الجودة يقولون ويفعلون. وانسحبوا من الدورة صدقوني تغلمون. رتشاسي فاز وخسر كوتشاسان. والموسم الثالث بيفوز القنقمان. شعار عيسى فاري يقول لا مكان إلا للشجعان. وإحنا نصحح لكم ونقول لا مكان إلا للقنقمان. الله يهديكم. قولوا آمين. آمين. يرجعكم لبلادكم سالمين. دايما كلامكم غير أفعالكم. روقوها شوي وطولوا بالكم. خلونا نلعب بروح رياضية. نربح ونخسر والنفس مرضية. وإذا مصرين يا شجعان نقول الميدان يا حميدان. حكام تفضلوا. إذن أربعة نقاط لفريق جودة. الرابحين في هذه المسابقة هم فريق جودة. ولكن الفائز بالدورة الخامسة هو فريق قنقمان. وصلنا بالدورة باخذها بريح رياضية عشان يعني في امل ان بعدنا نفوز في السفاري. في الدوره السادسه اللعبه الاخيره اذا شدينا حيلنا وفزنا فيها بنكون مضمون الفوز في السفاري. هذه احسن مسابقه يعني سويتها في السفاري، مو من حيث التحدي، من حيث الوناسه. يعني استانسنا فيها وضحكنا. فيها تصويت هالمره، ما فيها فوز فيها تصويت. ايوه فحنا هذا خسرنا فيها، بس المهم ان فزنا في الدوره. فكانت اللعبة مرة 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 حلوة. وأنا كان دوري إني أكون زي إني ما أعرف أتكلم، دايما أقول ما بدي. أيوة والحمد لله إن استأنسنا كثير.